تظاهرة للليبراليين إسرائيليين كانت في استقبال موكب الرئيس الإسرائيلي يتحاك هيرتسوك قبل وصوله إلى البيت الأبيض. وعلى الجانب الآخر كانت هناك وقفة احتجاجية لأعضاء حركة ناتو ريكارتا اليهودية الأصولية المعادية للصهيونية. Any person who comes a masquerades. بالنسبة لنا أي شخص يأتي مرتديا قناع تمثيل اسم إسرائيل المقدس المذكور في التوراة ويستخدم شعار نجمة داود ويقول إنه يمثل الديانة اليهودية والشعب اليهودي يعد مصدر ألم لنا، وهذا جزء من النكبة الكبيرة المستمرة التي يتم خلالها اضطهاد وقتل الفلسطينيين. لكن داخل البيت الأبيض كانت الأجواء مختلفة عند وصول هيرتسوك. الزيارة الآن من الرئيس الإسرائيلي ربما لتلطيف الأجواء أو التأكيد على أن علاقة الدولتين أعمق وأطول ولها مستقبل أكبر من علاقة الحكومات الحالية، سواء حكومة بنيامين نتنياهو وحتى حكومة بايدن لأنها تأتي وستذهب. الرئيس الأمريكي جو بايدن استقبل ضيفه الإسرائيلي بحفاوة بالغة وجدد التزام بلاده الراسخ تجاه إسرائيل، ولكن رغم تبادل العبارات الودية كان واضحاً بعد المسافة بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية. العلاقة بينهما ليست جيدة على الإطلاق. هناك الكثير من التوتر المتعلق بشكل خاص بمشروع قانون التعديلات القضائية والتي برأيي يتم استخدامها كغطاء للخلاف الأكبر بين الجانبين حول حل الدولتين والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكيفية تعامل الحكومة الإسرائيلية مع تلك الملفات. وسط هذه الخلافات أعلن البيت الأبيض عن لقاء مرتقب بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من العام الجاري. تم الاتفاق على لقاء في مرحلة ما، ولكن ما قد يحدث هو مجرد دردشة عابرة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الزيارة هو هدف احتفالي بمرور 75 عاما على بدء العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن من خلال استضافته لنظيره الإسرائيلي الموازنة بين العلاقات الأمريكية الإسرائيلية التي يصفها بالفولاذية من جهة والخلافات البارزة بين إدارته والحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو. والآن يسعى الرئيس بايدن للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الكامل لأمن إسرائيل واستقرارها. سهيل الشاعر، قناة الغد، من داخل البيت الأبيض، واشنطن.